السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده مع بعض السليزون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. هنعمل بالسوسيس وهنعمل بالجبنه وهنعمل بالنوتيلا بطريقه بسيطه جدا ومش هتكلفنا كتير، وبدون بيض وبدون زبده وبدون لبن. هنعملها بقى بطريقه حلوه جدا، يلا بينا بقى على الطريقه. اول حاجه عندي هنا نص كيلو من الدقيق منخول كويس جدا، وعندي نص كوبايه زيت، كوبايه ميه دافيه للعجن، وكيس خميره، كيس لبن باودر. مفيش لبن باودر مفيش مشكله، وعندي كيس بيكنج باودر، وهنا معلقه رشه ملح او معلقه صغيره من الملح، وعندي هنا معلقه كبيره من السكر وكوبايه زبادي. مكونات سهله وبسيطه ومقاديرها بسيطه جدا. هحط بقى رشه الملح ومعلقه سكر، نحط كل المكونات الجافه مع بعض. كيس اللبن، كيس الخميرة. كده حطيت المكونات الجافة كلها مع بعض ونقلبها كويس جدا. احط علبة الزبادي، واحط نص كوباية الزيت، واخلطهم بقى كويس جدا بالمضرب. ما عندكيش العجان دوت ممكن على ايدك مفيش مشكله، بس يعني نعجنها كويس. هحط بقى كوبايه الميه وهعجنها بقى كويس جدا. كده المكونات كلها لمت في بعض، هضرب بقى فيها لحد بقى ايه ما يبقى قوامها يبقى ناعم معايا شويه. كده لمت معايا اهي، بقت زي الفل كده، بقت عجينتها معايا. شايفين بقى بقت عامله ازاي؟ اهي ناعمه وجميله جدا. هسيبها بقى الوقت ترتاح ساعه كده تخمر ونشوفها مع بعض. اول حاجه جبت الطاسه حطيت فيها معلقه زبده او سمنه اي حاجه اللي عندك، ولازم أن تبقى سخنه بقى. وهحط بقى فيها السوسيس او السجق لو عندك سجق تمام برضو، وهشوحهم بقى كده مع بعض ياخدوا تشويحه بقى على النار. احط بقى رشه من الفلفل الاسود والملح كده وهما بيتشوحوا، يدي بقى ريحه حلوه، ونقلبهم برده على الناحيه التانيه. كده اتشوح معانا، هطفي بقى عليه واسيبه يبرد. كده خمرت معايا خالص اهي، شايفين بقى بقت عامله ازاي؟ بقت جميله جدا. ههبطها بقى من اي ايه هوا فيها، هاخدها بقى كده على الرخامه، هقسمها بقى معايا جزئين كده عشان اعرف اتحكم فيها، وهاخد كل جزء كده، هاخد كل جزء بقى افرده كده كويس جدا. هحاول اخليها على شكل مستطيل كده وهفرده حلو. هي العجينه معايا ناعمه وحلوه جدا وما بتلزقش. كده فردتها كويس جدا معايا، هاجي بقى بالسكينه هساوي بقى الاطراف عشان تبقى بس مظبوطه معايا. وهقسمها بقى لشرايط، شرايط تبقى تخينه شويه يعني مش رفيعه كده. وهاجي اخد بقى السوسيس واقوم لفاه بالمنظر ده، شايفين بقى نلفينه كده. العجينه مساعداني وجميله وما بتلزقش وحلوه جدا اهي، واهو مقفلاها بقى في الاخر كده عشان لما يستوي معانا ما تفكش، يعني ما يفكش مننا في الفرن. شايفين بقى يبقى شكله جميل كده. وعندي بقى الصينيه هنا دهناها زيت بسيط، وهحط عليها السليزون وهرصهم بقى كلهم كده. كده خلصت اللي هو بالسوسيس، بصوا بقى شكله جميل ازاي، حلو جدا. ونسيب مسافه عشان بيخمر. هنعمل بقى الوقت اللي هو الساده اللي هنحشيه بالجبنه وبالنوتيلا. هاخد جزء من العجينه وهفردها بقى كويس جدا، كده فردتها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. نحاول نخليها سمكها تبقى رقيقه ما تبقاش تخينه، لان احنا هنلفها فعايزينها تبقى ايه مظبوطه معانا.
ونشيل بقى الزيادات كلها خالص كده، ونقسمها برضو كده لشرايط. هاخد بقى كل جزء كده واحطه في القرطاس. قرطاس الحلويات بيتباع عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات يعني. شايفين بقى يبقى شكله جميل جدا، والعجينة معايا ريحتها حلوة قوي. شايفين بقى يبقى شكله عامل ازاي. وهحط برضو على الصينية هنا، دهناها بزيت بسيط، زيت بسيط جدا، واعملهم بقى كلهم كده. كده خلصتهم كلهم زي ما انتم ما شايفين. اول صاج خمر معايا خالص اهو، اللي هو السوسيس. عندي بقى هنا معلقتين لبن على ربع معلقه عسل، عسل اسود، هو ده اللي هدهن بيه الوش. بندهن بيه كل المعجنات بتاعتنا من غير بيض بقى ولا زفاره ولا اي حاجه. وادخله بقى على درجه الفرن على درجه حراره 200، هياخد بالظبط يعني من 10 دقائق لربع ساعه، مش اكتر من كده. كده بعد ما طلعوا معايا من الفرن، شايفين بقى جميل ازاي، حلو جدا. هو العجينه بتاعته طريه وحلوه جدا زي ما انتم ما شايفين كده. هعمل بقى بالنوتيلا وهعمل بالجبنه. جبت هنا النوتيلا والجبنه، وفتحت الكيس خرم صغير جدا عشان يطلع لي بس حاجه كده صغيره. شايفين احشيها بقى كده، احشيها بقى كلها كده. شايفين، واحاول بقى انزلها، هي بتنزل اهي لوحدها. هحشيهم بقى كلهم كده بالجبنه، هعمل برضو معاكم واحده كده بالجبنه. هعملهم بقى كلهم كده واوريها كده. بعد ما حشيت الجبنه والشوكولاته، شايفين بقى شكلهم عامل ازاي، والعجينه بتاعتهم طريه وجميله جدا. جربوها بقى وان شاء الله يعجبكم جدا. وما تنسونيش في اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله.